إدلب سرمين 12/3/2013 الشهيد البطل رضوان محمود شيخ أحمد استشهد متأثرا بجراح من القصف العنقودي على مدينة سرمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر. إدلب سرمين صلاة الجنازة على الشهيد البطل رضوان محمود شيخ أحمد استشهد متأثرا بجراح بالقصف العنقودي على مدينة سرمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. الفاتحة. تكبير. الله أكبر.